التاريخية له بعد أن تحققت نبوءته بسقوط الاتحاد السوفيتي وظهور روسيا الجديدة. لقد كانت الشيوعية لروسيا التشكيل الكاذب للتاريخ. فما هو التشكيل الكاذب للتاريخ؟ يقول شبينغلر أن البراكين تثور وتخرج بثورتها هذه أطنان من المعادن المنصهرة، فتدخل في تجاويف الأرض وتبرد بعد آلاف السنين بعد أن تأخذ شكل التجويف الذي دخلت فيه. لكن هذا التشكيل ليس تشكيلها، هو التشكيل الكاذب لها. ومن هنا يذهب شبينغلر إلى أن الردة في الإسلام كانت مظهر من مظاهر التشكيل الكاذب في الحياة الإسلامية، لأن النسيج الفكري للعقلية الإسلامية هو التوحيد. هذا الكلام لشبينغلر، التوحيد روح الحضارة الإسلامية، التوحيد هو التشكيل الصحيح الذي ينسجم هذه الروح. وعند شبينغلر قد يستمر التشكيل الكاذب للتاريخ لسنين طويلة، لكنه ينهار في النهاية لتعارضه مع روح الأمة. شبينغلر طبعا يكتب ما يقارب 4 فصول عن شيء يسمى روح الأمة، ويستعرض الأمم العالم بالتاريخ ويقول لكل أمة روح، إذا خبت هذه الروح خبت الأمة، إذا توهجت هذه الروح توهجت مستقبل الأمة. لقد انهارت الدولة الأموية بعد سنين قصيرة من تشكيلها، لأن هذا التشكيل يتطابق والتشكيل الكاذب. لقد انهارت الإمبراطورية بمعركة واحدة، لأن الكيان تعارض مع روح الأمة، لأن الكيان هو التشكيل الكاذب للتاريخ. يعني شبينغلر هو يكتب على الدولة الأموية وكأنه إمبراطورية كبيرة، يقول لكن تشكيلها تشكيل كاذب، ولهذا انهارت بسرعة. هو في زمانه يقول لك هي ما تجاوزت نصف قرن، لكن لو كان تشكيلها صحيح لما انهارت الإمبراطورية بمعركة واحدة. لا يمكن أن تكون إمبراطورية تسقط بمعركة واحدة، هي معركة الشهرزمي. وسوف تنهار الدولة العباسية بعد سنين قصيرة لتعارضها مع روح الأمة ذات التوجه العلوي، الدعوة علوية. يعني شبينغلر يؤكد أنه الدعوة، وأساتذتنا هنا قاعدين، أنه الدعوة اللي تسمى الدعوة العباسية هي في الأساس دعوة علوية، ولكن اللي اختنص الثمر هم بني العباس. وسوف تنهار الدولة العباسية بعد سنين قصيرة لتعارضها مع روح الأمة ذات التوجه العلوي، الدعوة علوية، والتشكيل وحده هيئة للعباسيين أن يقفزوا للمسرح السياسي ويعلنوا الخلافة العباسية، مع أن النزعة العباسية تتعارض وروح الأمة، أن روح الأمة التي انبثقت في القاهرة الفاطمية. هو يكتب عن الفاطميين ويركز أنه الفاطميين أنتجوا هذا النتاج الحضاري لأن التوجه علوي، والتوجه ينسجم روح الأمة، بينما الدولة الأموية والدولة العباسية كانت تشكيل كاذب في رأيه. يعني أنا أشكر هذا الحضور الطيب، والدكتور ناجح الله يطيل عمره وصحته وعافيته أكد أكثر من مرة علي أنه تكون الكلمة مختصرة، ولكن أقدر أشرح أي شيء أو أي سؤال يتعلق في النقاط اللي أثيرت هنا. وشكرا.
إذا أكو سؤال أنا حاضر. التاريخ الحديث. نعم. هل الشيوعية؟ أي. كما قلت هي تشكيل التاريخ في حين أي. لا تزال الأحزاب الشيوعية في العالم. نعم. والحزب الشيوعي في روسيا موجود. نعم. فإذا التشكيل الكامل للشيوعية أم للنظام؟ الاشتراكي. أستاذنا الفاضل هو شبينغلر يعني نصف الكتاب كتبه عن روسيا، والروعة في تنبؤه أنه الاتحاد السوفيتي سقط بعد وفاته بسنين. من تقرأ ما كتب عن روسيا وأنه روسيا سوف تنهار، والسبب لأنه الروح ما يرى شبينغلر أنه روح روسيا زراعي، اللي يمثل الروح الروسية هو دوستويفسكي وليس المكسيم غوركي في اعتقادي. يعني أنا في اعتقادي بقاء الأحزاب الشيوعية بقاء ظلال، يعني مع احترامي لكل وأنا دائما أشبه يعني الشيوعيين بالخوارج، مو من حيث التوجه السياسي، لا، الخوارج ناضلوا نضال وقاتلوا قتال عنيف في سبيل السلطة، لكن اجت الدولة العباسية هي العفو الدولة الأموية اقتنصت الشيوعي. نفس الشيء، ناضلوا وقاتلوا في سبيل روح وطنية، لكن اللي اقتنص الثمر السياسي غيره. يعني هم دفعوا ثمن، لكن اللي اجى اقتنص الثمر وصعد على المسرح السياسي غيرهم. يعني لكن هم هيئوا المسرح. اكو كتاب اخر يبحث نفس الموضوع لا والكتاب يعني مجلدين أكثر من 2000 صفحة. يعني الفكرة هاي ما حد سبق فيها. يعني يقول لك البراكين الثور وتعطي أطنان من المعادن المنصهرة، هاي الأرض والجبال كلها تجاويف، تدخل في التجاويف خلال آلاف السنين تبرد، تأخذ شكل التجويف الذي تدخل فيه، لكن هذا الشكل مع التجويف هو مو تشكيلها الحقيقي، تشكيلها الحقيقي معادن منصهرة. وعنده فصول، خمس فصول سماها مشاكل الحضارة الإسلامية، بصراحة واحدها يراد لها كتاب ومحاضرة رائعة، يعني يكشف عن مشاكل الحضارة الإسلامية لم نكشفها نحن، خاصة فيما يتعلق بالدين وحوارها مع المجوسية ومع المسيحية ومع اليهودية ومع أكو طلاب عندكم سؤال؟ يعني التركيز كان على روح على روح الأمة. هو يؤمن أنه للإنسان روح، بس أكو روح عليا هي للأمة، إذا خبت هذه الروح تخبو الأمة. وهو يعني في اعتقاده أنه الدولة العباسية خبت فيها روح الأمة ونضبت، لأن الدولة العباسية توجهها في الأساس توجه علوي. يعني هم العباسيين إلى خلافة المهدي يدعون أنه تنازل أبو هاشم عن الدعوة إلى العباسيين إلى ابن عم محمد بن علي، لكن بعد خلافة المهدي قالوا لا، إحنا حقنا بالخلافة مو تنازل أبو هاشم، حقنا بالخلافة لأنه إحنا أبناء عمومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من الرسائل المتبادلة بين أبو جعفر المنصور عفي عليك وأبو حنيفة أين؟ ابن محمد ذي النفس الزكية، هو قال له أنه أبو جعفر المنصور، هو قال له إحنا أولى بالولاء
أنتم تنتمون إلى علي بن عم الرسول، ونحن ننتمي إلى عم الرسول، إحنا أقرب إلى الله. هي الواقع، أنا لو في إمكاني أعطي أحد طلبة الدكتوراه أو الماجستير تحليل سياسي لهالرسائل، أنضج رسائل في تاريخ الفكر السياسي في الإسلام هي التي تبادلت بين أبو جعفر المنصور ومحمد النفس الزكية، وكل من حاجج عن حقه بالخلافة، ومو رسائل، يعني رسائل يمكن تطول حوالي 50 صفحة من تاريخ الطبري، وتعطيك يعني قدرة المنصور وقدرة النفس الزكية على المحاججة أيهما أحق بالخلافة. بس شبنجلر يأكد يعني كثير، وهذا شيء غريب، أنه روح الحضارة الإسلامية هو التوجه العلوي، والتوجه العلوي ما قدر يلقى إلى متنفس إلا في الدولة الفاطمية اللي مثلت الروح العلوية، ولهذا ازدهرت الدولة الفاطمية. وعرج على المجتمع الروسي أيام دولة الحرب. أي لا، هو قلت لك هو كولن وولسون المستشرق البريطاني، ولو هذا خارج الموضوع، كولن وولسون عنده كتاب اللامنتمي، كتاب اللامنتمي حلل به شخصيات الأبطال في الروايات التاريخية العالمية، ومن ضمنها كتاب دوستويفسكي الجريمة والعقاب، وحلل شخصية راسلينكوف، قال راسلينكوف هو اللي يمثل الروح الروسية، هو اللي يمثل الشخصية الروسية. فشبيغلر يقول لك روسيا توجهها الزراعي، روسيا يمثلها تولستوي، مثلها ما يمثلها مكسيم غوركي. ومن اجوا الشيوعيين، هو يرى انه الشيوعيين قفزوا للمسرح السياسي ومسكوا السلطة، بينما السلطة مو لهم. كيرنسكي هو صاحب الثورة، هو صاحب التنظيم، ولهذا يرى، وهو سقوط الساحة السوفيتي وراء وفاته قال سوف يسقط ينهار البناء السوفيتي، لأن ما يمثل الروح الروسية، ما يمثل روح تولستوي، الروح الفلاحية الزراعية. هذا كلام يعني نصف قرن قبل سقوط الاتحاد السوفيتي، ولهذا يعني طروحات شبينلر يعني أصابها الاحترام. يقول لك ماكو قدر مؤرخ يتنبأ بسقوط الاتحاد السوفيتي في أوج قوته، قال بالرغم أنه يمتلكون مخازن من أسلحة ذرية وهيدروجينية، لكن البناء ينهار لأن ما يمثل الروح الروسية، والعباسيين قال البناء ينهار لأن ما يمثل الروح العلوية. قامت الدولة العباسية على أي، بس هو يجي هو يعتبر الدولة العباسية سقطت سنة 232، يعني مع مجيء الترك. دكتور لا تسمح لي، أكو بعض الآراء تقول بأن الدولة العباسية ولدت وعوامل السقوط ما توية منشئ. أي نعم، لكن إعطائها اللامركزية في إدارة الحكم بالنسبة للأقاليم الملحقة بالدولة العباسية عطل من عملية السقوط، طول عمرها. طول عمرها. هو يثبت تاريخ 232 سقوط الدولة العباسية. هو غريب يعني، أنتوا أعرف من عندي. بالنسبة للدولة العباسية، العصر العباسي الأول هو الهيمنة الفرس، سيطر اللي أدار الدولة الفرس. زين، بعد الفرس أجوا الترك، بعد الترك أجوا الديلم، بعد الديلم أجوا السلاجقة، بعد السلاجقة أجوا المغول. أين الدولة العباسية؟ يعني هل الدولة العباسية دولة افتراضية؟ يعني إحنا دلملم كياناتها ونقولها كيان الدولة العباسية. ومثل ما تفضل الأستاذ، ولذلك شوف المشرق بسرعة انفصل، يعني
الطاهريين والصفاريين والسامانيين والغزنويين دول قائمة بحد ذاتها تمام، هي تبعث يعني قسم من الأموال إلى الخليفة العباسي لكي يعترف بشرعيته، لكن هي دولة قائمة بدليل وجود منظومة للدولة، الوزير والحاجب والقاضي وبيت المال والديوان. والله أنا اللي أشكركم، ويعني أعتذر الدكتور ناجع قال ترى عندنا درس، فأنت شقد ما تقدر تختصرها ولو بكلمات، لكن أعدكم يمكن محاضرة أخرى نسوي عن مشاكل الحضارة الإسلامية كما يراها شبينغلر. يعني شبينغلر يطبق نظريته في التشكيل الكاذب للتاريخ على الحضارة الإسلامية ويقول هو هذا سر المشاكل بالنسبة للمسلمين. وعند يعني هو كل سطر من سطوره يرى لدراسة، عند سطر دكتور يعني في غاية الأهمية، متى بدأ الخطأ في الإسلام؟ الخطأ في الإسلام، ويكتب مو مثله ومثلك، يعني نكتب عليه من صفحة صفحة، يكتب عليه تقريب نص مجلد متى بدأ الخطأ في الإسلام واللي سبب المشاكل واللي أدخل الحضارة في التجاويف. فهو فيلسوف في التاريخ، يعني أنا دائما أقول لهم طلابي أكو تاريخ للحوليات للسنين وأكو فيلسوف يقعد بالبستان. الفيلسوف مو مؤرخ، بس هو قعد في البستان ونظر للشجر وأنواع الثمر وتنوع الأزهار وأعطى رأيه مثل اللي بيخلدون. بس لا تتصورون يعني هاي قعدتكم بالنسبة لي بسيطة، يعني أنا أعتبرها أثمن هدية قدمت لي حتى الآن حضوركم واستماعكم إلى هذه الكلمات.